صباح الخير جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. بحب أرحب فيكم من مركز مبيعات إعمار في دبي هيلز ستيت. سبب وجودي إنه إن شاء الله قريبا جدا رح يتم طرح مبنيين في دبي هيلز ستيت، مبنيين ممتازين جدا جدا وفعلا يستحقوا الاهتمام. وطبعا خلال التغطية أو النبدة عن المشروع رح تعرفوا مدى أهمية هذا المشروع. خلينا نشوفه مع بعض. بالبداية حاعطيكم نبذة عن دبي هيلز ستيت بشكل عام، من ثم أتكلم كمان باختصار عن المشروع اللي راح يتم طرحه. وبإذن الله اللي عنده أي سؤال أي استفسار بما يخصه يتواصل معي وبعطيه تفاصيل التفاصيل. طيب باختصار خليني أتكلم عن دبي هيلز ستيت بشكل عام. طبعا هو مخطط رئيسي لإعمار ضخم جدا جدا لدرجة أنه مقسم إلى قطاعين، وهو جاي تقريبا بشكل مباشر على شارع الخيل، شارع أم سقيم، وبيفصل القطاعين شارع المرابع، وفي عنا شارع حصة هناك طبعا، وهذا هو اتجاه البحر. فبالتالي هذا القطاع أهم ما بيميزه، في عنا ملاعب للغولف، في عنا نادي الغولف، في عنا مدرسة جيمس سكول، وأهم ما بيميز هذا القطاع في عنا الكينز كوليج هوسبيتال، وفي عنا السنترال بارك جميلة جدا جدا جدا، وإن شاء الله قريبا رح أحاول أني أروح أزورها. وفي بطبيعة الحال المسجد ودبي هيلز مول، ثاني أكبر مول لإعمار وأحد أكبر المولات في دولة الإمارات. بالنسبة للمبنيين اللي رح يتم طرحهم، أوليفيرا زي ما قلنا، أهم ما بيميزهم إنهم بشكل مباشر على الحديقة المركزية. أمانة موقعهم فعلا يستحق الاهتمام، بالقرب من المسجد، بالقرب من دبي هيلز بيزنس بارك، بالإضافة إلى ببعد خطوات، فعليا ببعد خطوات عن دبي هيلز مول. فأعتقد موقعه ممتاز جدا، وهي طبعا أدرس فيلاز اللي تم طرحها قريبا من فترة قريبة. طبعا المباني زي ما تشايفين بشكل هرمي تقريبا صح التعبير، حتى تكون الإطلالات واضحة على البارك، ورح يكون في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة، بالإضافة إلى الدوبليكس والتاون هاوسز. هذا المشروع من زاوية تانية، طبعا هذا شارع أم سقيم، هذا دبي هيلز مول، وتحديدا هدول هم المباني. طبعا الأسعار بتبدأ فيهم من 1,300,000 تقريبا بجدول دفعات، مثل ما عودتنا إعمار بالفترة الأخيرة، 80 أثناء الإنشاء، طبعا هدول هم المبنيين، 80 أثناء الإنشاء و 20% عند الاستلام اللي راح يكون في ديسمبر 2026. هذا باختصار عن مشروع أوليفيرا من إعمار في دبي هيلز ستيت. طبعا ما راح يكون في تغطية كاملة عن المشروع بحكم إنه ما شاء الله إعمار أول ما يطرحوا المبنى بيتم بيعه بنفس اليوم أو خلال أيام قليلة. فبالتالي اللي شاف هذه الستوريات ومهتم يتواصل معي، وإن شاء الله عن طريق الخاص ببعث له التفاصيل بالكامل، بالإضافة بنختار مع بعض الوحدة بعناية، ونراكم إن شاء الله بتغطيات قادمة.